نجيب خواجة مرة أولى ثم مرة ثانية تمشي الكرة في اتجاه ماهر دندان. ماهر دندان محاولة والهدف الأول، الهدف الأول لصالح شبيبة القيروان وفتح الشايبي برجو بعد مضي 6-5 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. يغالط الحارس شكري الواعر. شبيبة كانت تقارع في الكبار وتحكم في تترويات ب 200 مليون وقت اللي الناس فيها 4 و5 و10 مليار دولار، وهذا بشات كبار القيروان. انا كاد لك نحكيوا الملاعبيه مع بعضنا مسيو ليتوال اسبيرونس، يقول كبار تونس بياتوا يركض يقوموا يحكيوا بالشباب وقت الشباب 150 200 مليون، ولكن تعرف في تجربه يعني حسن التسيير موجود ولكن الفلوس شويه مشات للجماعي. جي اس كا كاليتي نتاع ملاعبيه بصراحه كاليتي محترمه جدا، ومانيش انتم ادرى بالناس اللي خرجت واش خرجت الشبيبه معناها من ملاعبيك سواء في ليكيب ناسيونال سواء في جمعيات الكبار، لكن المشكله في جي اس كا ادمنستراتيف بالدرجه الاولى، معناها ما جاتش ناس بصراحه مع كل احترامات الناس اللي خدمت الكل فيهم البي وفيهم الخايب فيهم العطاء 10% فيهم العطاء 80%، لكن ما جاتش ناس بالحق تاسس الجمعيه ما عندهاش استراتيجي واضحه نتاع كوسوا ا مويان تيرم ولا ا لون تيرم. معناها كي تشوف الكاليتي الموجوده في جي اس كا لو كان جات في بلاد اخرى معناها تعطي قيمه للرياضه، جي اس كا راهي في مرتبه مخير كوسوا سور لو بلان كلاسمون ولا تلعب على التتويجات والا سور لو بلان تصدير ملاعبيه، مش حتى كان الدوري التونسي، دوريات اوروبيه. هذيك الاشكاليه في جي اس كا اشكاليه استراتيجيك اكثر منها معناها تكنيك، لان الملاعبيه موجوده، الماده الخام عندك، عندك علاش تبني، عندك ملاعبيه جدد معناها باج بيضه باش تبني، باش تكتب عليها اللي تحب. راهي في ازمه شبيبه ماهيش سنه ولا عام، هذه مخلفات رؤساء ومسؤولين خدموا قدام، ما نحبش نسمي الاشخاص. احنا باللي راهو ماناش نخدموا في الكوره، ما راهو عندنا اتصالياتنا ونعرف واش صاير في القروية ونعرف واش صاير في الشباب. فما كل صراحة رؤساء اللي خدموا تو على مدة العشرية الأخرى 15 سنة أضروا بالشبيبة معناتها 100% وخدموا مصالحهم هما. ديجا عندنا تو شكون موجود منهم يعني في مناصب ما شاء الله ربي يزيد، ولكن أضروا بالرياضة في القروية قضوا عليها كل صراحة. يعني هذوما هما بيدهم المسؤولين في بعضهم اللي موجودين تو، هما بيدهم ما همش متفاهمين وما همش رياضيين وما عندهمش برنامج وما يفهموش في الكوره، وزيد قساو كل الرياضيين اللي الناس اللي تفهم في الكوره الكل قساوهم ونسميهم لك واحد واحد. كل من يدخل رياضي كفء والجمعيه او نظيف كذا ما يقعدش، سواء ما يخلصش سواء يحبوه يكذب على الملعبيه يحبوه يمشي معاهم في سياستهم هما الغالطه. هذا الكل ضرب الشبيبه رغم انه فيها كما قلت خويا طارق فيها مجموعه سنه من اللاعبين ما شاء الله، لكن هذا راهو خويا نجاح وقتي، نجاح وقتي. احنا تو متكهنين ومتنبئين ان شاء الله ما يصيرش انه الموسم القادم من اصعب المواسم للشباب، لانك انت بالضربات اللي صارت وبالجرافيت وباللي تسمع الملاعبيه شكون باش يجيك العام الجاي القروان؟ كيفاش مش نيغوسي مع ملاعبي وانت سامع عليه كان 21 جريف؟ يعني صارت فوضى سنه في القيروان بين المسؤولين. لو المسؤولين كانوا يعرفوا كيفاش يخدموا وجابوا الناس اللي تفهم في الكوره ودوروهم بهم كانت تصير اقل من كيكه رغم الظروف الماديه. توا تنتدب 15 ملاعب و 18 ملاعب وتلعب على التيح، هذا سوء تصرف من المسؤولين. لان بكل صراحه هذه اهم كلمه اللي ديما نقول فيها، عندي 15 سنين شبيبه ما تنجمش تعيش اذا ما تخدمش الشبان نتاعك.